الله يقرف أهلك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم راكان أو مايك راكان، وشتكم في مقطع جديد. اليوم ليش ما أصور بيد وورز؟ وليش ساحب عن القناة يا راكان لمدة مرة طويلة؟ المهم أنا مرة كنت ساحب على القناة هذه المرة، لكن عشاني كنت أنا وخويي أنا راح نسوي سيرفر، حيكون سيرفر سيرفايفل ندخل فيه ناس، وراح يكون فيه قوانين، لكن لحد الآن ما أخذنا القوانين أو ما ضمننا إيش القوانين بالضبط، لكن القوانين راح تكون يعني سهلة، راح تكون يعني نسبيا سهلة، وراح يمديكم تدخلون إن شاء الله. إن شاء الله قريب راح أنشر مقطع كيف تدخل السيرفر وكم واحد يقدر يدخل السيرفر. طبعا قناة خوية راح تلقونها في الوصف، روحوا تابعوا، اسمه راكفس. فيا لا تنسوا انكم تروحون تتابعونا وتعطونا لايك على اخر مقطع نزله له اللي هو سكاي وورز، ويا خلوكم مع الجيم بيد وورز. اوكي، رجعنا لكم في اول جيم بيد وورز. طبعا يا الله يا كره هذا الماب، ليش انا اكرهه؟ يعني شوف مره في طرق هنا يمديك توصلها، يعني توصل الطرق وتوصل اللي هو البيد الثاني بكل سهوله، حركه والله انها تقهر، بس يلا ان شاء الله نقدر نفوز. لو اجيبها من اول جيم لازم تحطوا اللايك، لازم. طبعا راح تشوفون ان في صدى حولي وفي صوت صدى بكل اختصار. الصدى هذا طنشوه لو سمحتوا، يعني مو مني، لكن عشان غيرت المكان اللي اصور فيه، تحملوا ولو شويتين يعني. يب الصوت هذا ان شاء الله راح يتغير بعدين قريب، لكن انا حاليا عشان بعيد مره عن مكان التصوير الخاص فيني. نشوف الأخضر هناك، الأخضر قد وصل للي هو الدايموند. أوكي أوكي الأخضر، أخي يقهرني أنا في النص، بس يلا سامح. هذا أوكي، جيب الدروع ذي، يلا يلا بروح بروح أعدي للنص. خلاص كسرتها اصلا. سواء دمرتني او ما دمرتني قد كسرت بد حقك. هشيله عشان انفك من مشاكله. يا نهر الازرق، رجولتك في خطر قدام الرجال المطاليق، لا تتوتر. المخرج الاول بطيح، باخذ اللي هو ال بروح اخذ اللي هو ال شو اسمه هذا، حلو دعي. يا ليل الا يا جيني، والله ما ينفع. Another one. ارتاح. تم تكسير البيت حقه،
ما اقدر اكسره. يلا الجيم اللي بعده، والله يقلع ام الحاله. وكذا الماب شويه، ها مع انه في لازم تيمين جنب بعض، بس كويس نقدر نقول، مو بذاك الزود بس نقول كويس. يلا هذا ان شاء الله ذا الجيم جيمي، ان شاء الله ذا الجيم جيمي. الدام سريع، يلا سريع سريع. بطور السيف وبعدين خلها. هذول يبغون يروحون النص، صاحبين الدامج، ويلا طور السيف. اوكي نجيب هذا، نجيب لي سيف ايرون. اوكي ايش كتب، اجيب اي بلوك كان زيادة. حط البيت بالانت، بلوكات الانت. بجيب زيادة وخلني أروح أجيب من الدايموند حسب أنا حابة. أوكي بينك بيت، وراح البينك مسكين. أكيد أكيد البينك راح يروح مسبة. هذا هذولي بينهم منافسة، هما الأخضر والأزرق، من حيفوز تقان؟ خلني أركز على البيت بس لا يجي هذا. وين الملتقى؟ كت كت، ما حد شاف. مدام ان القريع بعيد، خليني اسوي البلوكات. اوكي بلوكات زيادة من الانت، اعطينا حبة. اعطينا حبة هنا، حبة صبركم. عدل جلستي، بس تعديل الجلسة راح يفيدك. راح كان جيب ضحية الدرع هذا، اتوقع اني جاهز اروح للقريء. 6 months later. غريبة، وين القريء؟ يلا برا يا القريء، برا من أم أمك فاحدة، ما هاتي على غفلة. بس شوف جنب الدايموند بات نايس، و بجيب لي الإمرود هنا. والله حط لي كذا، جيب هذا طور اللي هو المصنع، نخلي كذا ونجيب بعدين 6 دايموند. أو ماي جودنس، لا يا شيخ والله الدفة مي مقصودة، الله يقرف أم الحالة. والله الدفة مي مقصودة، مع احترامي والله آسف.
ومعها سنوبول. الله يقرف أهلك يا شيخ، دمر دمر عادي، ما مواردي جاهزة أصلا. حجة بس كان معي 3 دايموند، أبو الغباء إلى رجعت. الطمع ما يفعل أوف كورس. About time. كسر، مو اني قاعد اكسر فيه، لعن ام القرف. ابو القرف هذا ما تكسر، ما بيتكسر ابدا. فرصتي اصلا، فرصتي اقصد. قم يا شيخ، يلا برا، فكني منك يا شيخ. قال ايش؟ قال محترف. برا برا، خذ لي بس جولدن ابل. هذا هنا، شو لي ذا ابل؟ والله برا. القم. نايس. وستة. خلاص، السلام عليكم. لجلدته مين اصلا؟ الوايت جلدته. والله يا مسكين، قاعد يجمع قاعد يجمع، اخرتها جلده. يلا بس، يلا يلا. اوكي، طور اللي هو الدرع، خليها بروتكشن. سو كذا معايا انا. يلا خلينا نشوف الدروع. دروي دايموند. كويس كويس.
جي جي ياس ياس جي جي يس 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 يس. وبكذا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى ما عجبكم. أوكي آسف. أتمنى ما عجبكم المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. كم رقم كان أول ما يقرأ كان أوكي. سوتها في اللف صح. مع السلامة.